الفيديو ده مختلف عن كل الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، لاني هتكلم عن سيناريو اتحط ضمن بحث علمي علشان يدرس المادة المظلمة في مجرتنا وتأثيرها على كوكبنا، وده على مقياس زمني بيتراوح بين كل 30 ل 35 مليون سنة. ولو كان البحث ده صحيح بنسبة 100% وتم إثباته تجريبيا، فوقتها هنتأكد بأن النيزك اللي خلى الديناصورات تنقرض مش مجرد نيزك عرضه 15 كيلو متر واصطدم بالأرض من حوالي 66 مليون سنة، إنما ده كان سبب خروجه عن مساره واصطدامه بكوكبنا هو تأثير جاذبية قرص المادة المظلمة الموجود في مركز مجرتنا. جاهز بقى كوباية من مشروبك السخن الجميل، وتعالى النهاردة أخدك في رحلة ممتعة هنشرح فيها الجزء السادس والأخير من ملخص كتاب المادة المظلمة والديناصورات، اللي بيتكلم أخيرا عن العلاقة المزالة بين انقراض الديناصورات وقرص المادة المظلمة الموجود في مجرتنا، ونشوف مع بعض إزاي العلماء توصلوا للسيناريو ده، وهمتكم معانا نوصل الفيديو ده ل5000 لايك. اهلا وسهلا بيكوا، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقه. خليني في الاول اديلك فرشه علميه مبسطه قبل ما نتكلم عن السيناريو اللي اقترحه البحث اللي بيتكلم عن العلاقه بين الديناصورات والماده المظلمه، ومن بعدها هندخل في تفاصيله العلميه كالعاده. في البدايه خلونا نرجع ل 13 مليار سنه فاتوا ونشوف ازاي مجرتنا نشات. الماده العاديه والماده المظلمه البنيه مترابطه عن طريق الجاذبيه انهاروا في الوقت ده، وبعد مليار سنه من تشكل هاله المجره بدأت المادة العادية إنها تشاع طاقة علشان تشكل قرص مجرتنا المتوهج اللي نعرفه دلوقتي. ولو كانت فعلاً المادة المظلمة في مجرتنا بتتفاعل وبترسل فوتونات معتمة بسرعة كافية، وقتها هي برضو هتنهار على شكل قرص، وكل ده طبعاً هياخد وقت طويل علشان يحصل. وبعدها ب 8.5 مليار سنة بدأت الشمس تتشكل، وظهرت الكواكب بعد كده من قرص المادة اللي كان محيط بالشمس. وبعد تكون الكواكب، كوكب المشتري تكون جوه المجموعة الشمسية، والكواكب العملاقة الخارجية بعدت أكتر عننا، وجزء من المادة اتحرك بشكل بعيد ناحية منطقة سحابة أورت، المنطقة اللي فيها أجرام جليدية صغيرة مرتبطة بالشمس بفعل جاذبيتها. وبكده اتكونت المجموعة الشمسية اللي بتدور حوالين المجرة مرة كل 240 مليون سنة. وفي خلال دوران المجموعة الشمسية في مسارها الدائري في المجرة، كانت بتتذبذب عموديًا على مدارها كل 32 مليون سنة تقريبًا، والتأثير ده كان جاي من قرص المجرة. ده غير ان كمان حصل شوية تأثيرات المادة والجذر من قرص المادة المظلمة اللي عمل اضطرابات لشوية من الأجرام ضعيفة الارتباط الموجودة في سحابة أورت، واللي لولا الاضطراب ده كان زمانها هتفضل مستقرة في مداراتها البعيدة. وفي الوقت نفسه اللي كانت الأجرام دي بتبشر رحلتها الغير مستقرة، كانت الحياة بدأت تتشكل على الأرض قبل حوالي 3.5 مليار سنة، وبدأت تزدهر الحياة المعقدة بعد 3 مليار سنة، يعني من حوالي 540 مليون سنة فاتوا. وقتها الحياة عدت بتقلبات كتيرة لغاية وقتنا ده، حصل حالات من الانقراض في خلال فترة زمنية معروفة باسم ظهر البشائر أو الفانيروزويك إيرا، واللي حصل فيها 5 انقراضات، آخر واحد فيهم حصل من 66 مليون سنة لما ضرب كوكب الأرض نيزك، اتسبب في حدوث كوارث مخيفة. قبل ما يحصل الاصطدام ده صديقي، كانت الديناصورات غافلة تماما عن أي اضطرابات بتحصل في الأماكن البعيدة من المجموعة الشمسية، زي الاضطراب اللي حصل للأجرام الجليدية الموجودة ضمن سحابة أورت، واللي حصل بسبب تغيير طفيف في مداراتها بفعل الجاذبية البعيدة لقرص مجرتنا، واللي خلى مداراتها تختلف، وواحدة من الأجرام الجليدية دي اتحولت لمذنب مساره هيوصله في النهاية لطريق مسدود، وهو الاصطدام بكوكب الأرض. ولو جينا بصينا على اللي بيحصل من منظور سحابة أورت، فده هيعتبر مجرد اضطراب ثانوي مش مهم، لأنه تم إزاحة عدة أجرام جليدية من مليارات الأجرام الموجودة. ولكن لو بصينا بقى على اللي بيحصل من منظور 75% من الكائنات الحية على الأرض وقتها بما فيها الديناصورات، هنلاقي إن الموضوع هيبقى كارثة كبيرة وسبب في حدوث انقراض مخيف. وعلى الرغم من إن الديناصورات مخلوقات حذرة واعية، إلا إنها ما أدركتش خطورة الموقف غير لما المذنب اتحول لنيزك واصطدم بالأرض بسبب مجرد تغيير بسيط في نسبة الجاذبية اللي كانت مسؤولة عن تحديد مصير الحيوانات دي من غير أي تراجع. وبمجرد ما النيزك وقع في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، راح مكون فوهة اصطدام اللي اتعرفت باسم فوهة تشيكسولوب. والاصطدام ده عمل غبار انتشر في جميع أنحاء الكوكب، ده غير الحرائق الرهيبة والتسونامي والفيضانات والأمطار السامة كمان، ونفذ المخزون الغذائي للحيوانات، واللي بسببه مصمدتش أغلب أشكال الحياة لما واجهت التغيرات الفجائية والجزرية في مناخ موطنها الأرض. وكل اللي فضل من الكائنات الحية هو شوية ثدييات استخبت في الجحور تحت الأرض، وشوية طيور طارت في الجو لحد ما الأمور اتحسنت. والسيناريو ده سيناريو مخيف ودرامي عن اللي حصل، ومش معنى انه سيناريو يا صديقي انه ما يكونش حقيقي،
لأن السيناريو ده مبني على حقائق علمية بقت موثقة عن اصطدام النيزك وتأثيره على الكائنات الحية. وأكد معظم الجيولوجيين وعلماء الحفريات إن جسم ضخم قبل 66 مليون سنة اصطدم بالأرض، وإن 75% من الكائنات الحية على أقل تقدير اتمحوا تماما من على وش الكوكب. وقبل ما اتكلم ايه وجه العلاقة بين المادة المظلمة واصطدام النيزك وانقراض الديناصورات، خلوني الاول اقول لكم هي الفكرة دي جت منين وازاي. الحقيقة صادق ان البداية جت في سنة 2013 لما العالمة ليزا راندل نشرت بحث هي والمساعدين بتوعها عن قصة المادة المظلمة اللي بيخلي المذنبات الجليدية توصل لنا من حدود سحابة قرط. وكان كل تفكيرهم وقتها هي فكرة هل ممكن يكون فعلا ان قرص المادة المظلمة يكون هو المسؤول عن الضربات النيزكية اللي بتحصل بشكل دوري لكوكب الأرض. ومع الدراسة والبحث اتأكدوا برضو ان لو قرص المادة العادية هو الوحيد الموجود في مجرة درب التبانة، فوقتها تذبذب المجموعة الشمسية عموديا على مسارها هيحصل كل 50-60 مليون سنة، ومش كل 30 مليون سنة زي ما احنا عارفين من خلال البيانات المتوفرة عندنا. الكلام ده هيحطنا قدام استنتاجين اتنين ملهمش تالت، يا اما ان التذبذب ده ما بيحصلش وعندنا غلط في البيانات، يا اما ان قرص المادة المظلمة هو فعلا المسؤول عن اللي بيحصل ده، وده نظرا للخواص اللي بيتمتع بها القرص واللي هتقدر تفسر سبب تذبذب المجموعة الشمسية كل 30 مليون سنة. واحد هيقول لي ما هو برضو عمدة مش شرط يكون في قرص للمادة المظلمة هو المسؤول عن جذب الأجرام الجليدية وتحويلها لمذنبات، وفي النهاية تتحول للنيازك بتصطدم بسطح كوكبنا، وممكن يكون ان المسبب ده مجرد نجوم خارجية أثرت على سحابة قرط ومن بعدها خرج لنا شوية أجرام سماوية سحبتهم الشمس بجاذبيتها ناحيتها وتكون نيزك واصطدم بينا. الحقيقة صادقة ان الافتراض ده برضو صحيح ومعليهوش اي غبار، ولكن ده افتراض مش قادر يفسر المدة الدورية اللي بتحصل لضربات النيزك على كوكب الارض، واللي قلنا انها بتحصل كل 30-32 مليون سنة، وده لان مع وجود قرص المادة المظلمة في مجرتنا هتكون فعلا فترة تذبذب الشمس اقصر من 60 مليون سنة وهتوافق الرقم 30 مليون سنة. الفترة سيدي بتبقى أقصر لأن قوة جاذبية القرص اللي هتكون قوية، وبمجرد مرور المجموعة الشمسية من المستوى المجاري لضرب التبانة هيحصل اضطرابات من قرص المادة المظلمة ده، وهيؤدي لزخات مذنبات بشكل دوري، وده بسبب انزياح الأجسام الجليدية في سحابة قرط واللي بيندفع منها عدد كبير ناحية كوكبنا بسرعة بتعادل 50 كيلومتر في الثانية، ومع الوقت السرعة بتزيد بكل تأكيد لحد ما المذنب يوصل بالسلامة لوجهته النهائية ويصطدم بكوكبنا. وبعد ما الباحثين عملوا كل الحسابات ونشروا بحثهم، أظهرت حساباتهم بأن لو اعتمدنا على القياسات المحسنة للمادة المظلمة في قرص درب التبانة، فوقتها الاصطدامات النيزكية لازم تحصل كل 30-35 مليون سنة تقريباً. وعلشان احنا بالفعل عدنا من المستوى المجاري سابقاً، فيمكن ده السبب أنه جالنا مذنب شارد من سحابة قرط علشان يسبب الانقراض المخيف اللي حصل للديناصورات، وبسبب أننا عدنا سابقاً من خلال القرص المظلم، فده عرفنا اننا مش هنشهد حادثة اصطدام نيزك زي بتاعة الديناصورات غير بعد 30 مليون سنة جايين، وده في حالة ان محصلش حادث عشوائي وغير محتمل. وبسبب اللا يقيم في موقع الشمس والافتقار للمعرفة الدقيقة ما نقدرش اننا نجزم الوقت الحقيقي اللي بتعدي فيه المجموعة الشمسية من خلال قرص المادة المظلمة ده. وعلى الرغم من عدم اليقين في النموذج الا ان النموذج بيسمح بتوافق معقول مع اللي حصل، فهنلاقي ان فترة التذبذب المقترحة من الحسابات كانت كل 35 مليون سنة، بينما اللي بيتوافق مع توقيت نيزك الديناصورات هو 32 مليون سنة. وبعد تحديثات كتير للنموذج قدرنا نلاقي تطابق دقيق بين فترة انقراض الديناصورات وبين فترة عبور مجموعتنا الشمسية بقرص المادة المظلمة اللي تم افتراضه. ولكن السبب الرئيسي لعدم دقة النتائج بيرجع لفكرة ان قياسات المادة في مجرتنا اتغيرت مع مرور الوقت، ده غير اننا ما نقدرش نعمل نموذج للبيئة المجرية بتاعتنا بشكل كامل ومع مرور الزمن، وما نقدرش نمزج الأذرع الحلزونية بشكلها المثالي. ولكن اللي هيساعد أكتر في إنه يثبت دقة البحث ده هو سجل الفوهات الموجودة على سطح الأرض والتأريخ الدقيق ليها واكتشاف المزيد من الفوهات النيزكية. ومش بس الفوهات، إنما برضو الغبار اللي محبوس جوه الصخور واللي هيساعدنا في إنشاء سجل أكتر دقة عن الأوقات اللي ضربت فيها المذنبات كوكب الأرض. ومن الدلائل التانية اللي بتثبت قوة النموذج هي أبحاث العالم نير شافيف عن التغيرات المناخية، واللي لقى فيها اختلاف في النماذج بيحصل كل 32 مليون سنة، وده بيشبه اللي تم تحديده في البحث اللي بيربط العلاقة بين النيازك والمادة المظلمة. ولو تم تأكيد فترة التغير المناخية دي انها بسبب حركة الشمس الدورية، فوقتها يتم إثبات وجود قرص المادة المظلمة اللي بيبعت لنا كل 32 مليون سنة مذنبات بتتحول للنيازك مسؤولة عن انقراضات جماعية لعدد كبير من الكائنات الحية.
وطبعا احنا مش محتاجين نرجع للماضي علشان نتأكد من وجود قرص المادة المظلمة ده، لان دلوقتي مرصد جايا الفضائي بيحاول رسم خريطة ثلاثية الابعاد لأقرب النجوم الموجودة في مجرتنا، واللي من خلاله هيقدر يحدد وجود القرص وخصائصه زي كثافته وسمكه بنسبة ادق. ومن خلال الطريقة دي وقتها هنقدر نتعلم اكتر عن ماضي المجموعة الشمسية ومش بس عن قرص المادة المظلمة. ويبدو ان رحلة البحث لحساب التاريخ الدقيق لانقراض الديناصورات وسببه هيكون موضوع دقيق ومعقد ومحتاج لقياسات صعبة ومعقدة، الا ان التطور اللي عمله العلماء في خلال الخمسين سنة اللي فاتوا كان تطور مذهل بالفعل. وعلى الرغم من ان المادة المظلمة فضلت مادة مراوغة ومش سهل اننا نفهمها، الا ان العلماء ما زالوا بيحاولوا يفهموها بطرق كتير مختلفة. وفي النهاية هتفضل رحلة البحث واستكشاف الكون رحلة ملهاش طعم وحلاوة من غير الالغاز الكتير اللي محتاجين لسه اننا نفك شفرتها. كده احنا بفضل الله خلصنا الجزء السادس والاخير من كتاب المادة المظلمة والديناصورات، واتمنى تكون الحلقات دي عجبتكم. ولو فكرة ملخصات اشهر الكتب العلمية دي عجبكم وعايزين نستمر فيها اكتبولي في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا يبقى كده الفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.